من هو أول نادي سجل عليه ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا؟ بانسلايكوس. أيوة. في نهائي كأس الملك عام 2000، كأس ملك إسبانيا، اذكر أحد مسجلي الأهداف. أمودو. مساعد رايح للجمهور. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، وحياكم الله في النصف النهائي الاول في جمهورية مصر العربية بين محمد رضا ومحمود. اخ تعبون انتوا راح تذبحوني. محمد رضا اهلا وسهلا فيك مرة اخرى. اهلا وسهلا بك مساعد مرة ثانية، واهلا وسهلا بمحمود والمشاهدين. طبعا الحمد لله وصلت المرحلة اللي وصلت لها لحد دلوقتي، اخر اربعة في مصر، ده كويس الحمد لله، فرحان اني وصلت لحد دلوقتي. حبيبي محمود عاشور اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. هل انت سعيد بس موجود ولا لا؟ لا انا مبسوط موجود بس لا يعني عايزين نوصل. ايوه كده يعني. محمد ايوه كده. لا يا ربنا يسعدك. ربنا يسعدك. بس ندخل بشكل سريع بالفقرة الأولى، فقرة ماذا تعرف؟ والسؤال الأول يقول: اذكر مدربين دربوا توتنهام أو بروسيا دورتموند من عام 2010 حتى الآن. كلوب. ماشي. هاري ريدناب. كونتي. أندري فيلاش بوش. بوشتينو. توخل. مورينيو. بيتر بوش. تيريزيتش. مارك روزي. ثلاثة اثنين واحد سترايك ون. أنطونيو كونتي. ذكر سترايك وان. محمود. باس. ريال ميزون. بوسكوغلو. باس. أنا تأخذ. أيوة سترايك تو. محمد. ثلاثة اثنين واحد سترايك تو. محمود. ثلاثة اثنين. ذكر مورينيو. ذكر سترايك ثري. محمد والنقطة الأولى تروح لي محمود يا عاشور. محمود النقطة الأولى. السؤال الثاني: اذكر لاعبين أرجنتينيين لم يحققوا أي بطولة مع المنتخب طوال مسيرتهم، يعني ما فيش كوبا أمريكا وما فيش كأس العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيغوين. أول واحد طبعا. روميرو. إيزيكيل فيدزي. بلاسوس. إيزيكيل جراي. ديميكلس. تقوله. لوكاس بيليا. روخو. بابلو أيمار. اسمه زالاتا. ريكيلمي. فيرون. أورتيغا. زانيتي. كارلوس روا. عيالة. جيرمان بورغوس. ريدوندو. أبو النانزيري. إنزو بريز. ليو فرانكو. كفر. كريسبو. بتستوتا. لا بتستحق كوبا أمريكا. كوبا أمريكا وكان هدافها. سترايك ون محمد. زباليتا. قلته. ذكر صحيح. سترايك ون محمود. روكي ميسا. روكي ميسا مش أرجنتيني. منو اللي قال ردوندو؟ لا لا بلا ذكر ردوندو. ردوندو. منو اللي قاله؟ أنت؟ تقريبا. ردوندو؟ مش روكي ميسا. روكي ميسا لعيب إسباني لعب في إشبيليا وبلد الوليد. قصة كده. لازم أقول الاسم الأول. بس أقول حاجة عزيزة مشاهدة. عزيزة مشاهدة رجعنا للفار في نص السؤال. ردوندو ذكر من قبل وحسبناه صح. راح يأخذ عليه سترايك تو. عطى حق محمد. وايضا روكي ميزا غير ارجنتيني، تخربط شويه عليه محمد الافكار، فراح ياخذ ايضا سترايك 3 والنقطه تروح الثانيه لمحمود. 2-0 ولسه فني. اسمع اسمع والله اللي بقوله وايد مهم. اول 1000. شنو اول 1000؟ اذا انت اول 1000 اسمع شنو راح يصير لك. في بطاقه جديده نازله في بنك الكويت الوطني، تطلبها من تلفونك عادي بالتطبيق. بالتطبيق اسمها بطاقه 247. هذه اول بطاقه عندك خيار، اول ما تطلبها تبيها توصل لك البيت ولا لا، بس تبي تحطها بتلفونك وخلاص بدون يعني كرت فيزيكال. اذا اخترت ان البطاقه توصل لك عندك للبيت، اول 1000 بس راح يوصل لك كذي باكج بوكس كذي. تبطل بس اول 1000 واحد منهم راح يبطل هذا الباكج ويشوف تذكره ذهبيه. شنو هذه التذكره الذهبيه؟ تروح تقابل محمد صلاح. بس اول 1000 يطلبونه واحد منهم راح يروح يقابل محمد صلاح. تخيل تخيل بلاش اطلب البطاقه، بس اطلب البطاقه. السؤال اللي بعده يقول:
اذكر لاعبين عرب سبق وان سجلوا في كاس العالم من 90 حتى الان حتى كاس العالم الاخير. مجد عبد الغني، فؤاد انور، صلاح، سيد العيران، عرب بس صح؟ اوكي. خالد ابو طيب، سند جابر، نصيري، ياسر القحطاني، جزيري، سالم الدوسري، فرجاني، صلاح الشهري، اسمه ايه، زكريا ابو خلال، رؤوف بوزان، عبد الحميد صبيري، ثنيان، يوسف الثنيان، سليمان، سليماني، عبد المؤمن جابو، فهد مولد، ما قول كاس العالم، فهد مولد لاعب عام ما سجل كاس العالم، سترايك وان محمد، رفيق حليش، ثلاثة، اثنين، واحد، سترايك تو محمد، ثلاثة، اثنين، جوهر ماري، باس، باس. ثلاثة، اثنين، واحد، سترايك ثري محمد، وثلاثية نظيفة لمحمود عاشور. محمود عاشور، السؤال الأخير في ماذا تعرف؟ اذكر لاعبين أفريقيين حاليين يلعبون في الدوري الإنجليزي أو الأسباني فقط. أو الأسباني. حاليين في هذا الموسم يعني. راحوا فين؟ صلاح. ونانا. نني. أدينغرا. بسومة. بابسار. ماتب. نايف أجرد. نصيري. محمد قدوس. الحدادي. جوردان أيو. بولي تنجام. بولي صح. إبراهيم سنجري. شيخ كوياتي. عيسى مندي. ثلاثة، اثنين، واحد، سترايك وان محمد، باس. ثلاثة، سليمة ملاح فرنسي. صح. ثلاثة، اثنين، واحد، سترايك وان محمود، مختار دياكابي فرنسي. ثلاثة، اثنين، واحد، سترايك وان محمود، باس. ثلاثة، اثنين، واحد، سترايك ثري، والنقطة الأولى تروح لمحمد رقب. ابراهيم بويمو صح، نسيت ابراهيم دياز. ابراهيم دياز لسه مش لسه بتعمل على مش مجمعين اصلا لسه اسباني. السؤال الفقره يا عاصم، خلصنا فقره ماذا تعرف يا شباب، ندخل على فقره باموس. اوه ليفربول افتح. ايه ده بيكام؟ ديف بيكام. بيكام 10 كمان قميص مانشستر يونايتد. هذا في اي موسم؟ ده 95-96 موسم 95-96 قميص مانشستر يونايتد باسم ديفيد بيكهام. كل المانشستراويه دلوقتي اخذوا مني. الايوه اللي هو من نص الملعب صحيح. ايوه البوس العافيه. شكرا ليك. ليفربول بومس ده تيشيرت ليفربول ايضا من المواسم الجميله. على اسم؟ لا 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 فاضي بس تيشيرت ليفربول. شكرا بومس. تعرف الموسم؟ يعني شيء في التسعينات. ايوه 97 ملبوس العافيه. شكرا يا بابا مبدعين. رياكشن بلشت رياكشن على على قمصانكم. ندخل في فقره المزاد. سؤال يقول كم اسم مدرب مصري او اجنبي سبق وان درب في الدوري المصري في التاريخ؟ تقدر تذكر في 30 ثانيه. مصري او اجنبي؟ اي مدرب درب في مصر. 15 20 21 22 23 24 24 لمحمد رقب. نقطتين اذا جاوب يتعادل. ثلاثة ثانية واحدة قلت له كم؟ 24 24 ثلاثة اثنين واحد تفضل. محمد صلاح، محمد حلمي، باتشيكو، كارتيرون، فييرا، فريرا، جروس، ماكليش، باكيتا، اللي اسمه ايه، فاروق جعفر، الياسو، حسام حسن، حسام البدري، مارتينيول، كولر، موسيماني، حسام حسن قلتو، شهاب جلال، طارق العشري، طلعت يوسف، محمد عمر، مكيدة، اسمه ايه، علي ماهر، فاروق. انتهى الوقت وتروح لي محمود النقطة. 22 معلش معلش. 4-1 4-1. السؤال اللي بعده، كم اسم لاعب انجليزي سبق وان شارك او لعب او استدعى في
اي كاس عالم عبر التاريخ تقدر تذكر في 30 ثانيه؟ مثلا انجليزي؟ نعم. 11 12 13 14 15 20 اوه 20 اي كاس عالم؟ 21 22 23 روح 23 لمحمد رقم 3 2 1 تفضل. جو هارت، ديفيد جيمس، روبنسون، بيكفورد، ماجواير، ستونز، تريبيه، الكسندر ارنولد، لوك شو، رايس، كالفين فيليبس، ساكا، كين، روني، ستوريج، ستيرلينج، مايكل اوين، كراوتش، ديفو، بريدج، جون تيري، فيردراند، سكولز، لامبرد، جيرارد. خلاص خلاص صبت كبيرة. ديفيد بيكهام تو خير خميس. يقلص الفارق محمد. يمشي 4-3. السؤال اللي بعده، كم اسم منتخب شارك في كأس الأمم الأفريقية في النسخة الأخيرة اللي كان بطلها صح العاد؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. هم كم؟ 24 ماكسيموم 24 في هذا المزاد. طيب عندي؟ اي حد 10 كأس العالم كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، اوكي 10 20 20 20 21 22 روح 22 ونقطتين مرة أخرى لمحمد، إذا جاوبت فأنت تغلب الطاولة. 3 2 1 تفضل. مصر، الرأس الأخضر، غانا، موزمبيق، كوتيفوار، غينيا ماشي، موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، الجزائر، أنغولا، ناميبيا، عندك جنوب أفريقيا والمغرب والكونغو، مركب مين تاني؟ تنزانيا، ناميبيا، تونس، مالي، ما اللي قلتها؟ كاميرون، سنغال، نيجيريا. انتهى الوقت وفي تكرار 21 وفي ناميبيا تكرار. لا ناميبيا قلتها مرة واحدة. لا ناميبيا قلتها مرتين. ومحمد نقطة ويوسع الفارق 5-3. السؤال اللي بعده، كم اسم لاعب مصري سبق وأن سجل في كأس أفريقيا عبر التاريخ تقدر تذكر في 30 ثانية؟ طيب 15 16 17 روح 17 لمحمود. 3 2 1 تفضل. حسام حسن، ياسر رضوان، احمد حسن، طارق مصطفى، احمد صلاح حسني، عمرو زكي، ميدو، ابو تريكا، عماد متعب، محمد زيدان، محمد صلاح، محمد النني، تريزيجيه، احمد حجازي، جدو، احمد رؤوف، احمد المحمدي. ايوه 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 ايوه, أيوة. كمل 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 قول واحد قول واحد. سمير كمون. ايوه 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 تمشي تمشي. ميدو جاب كاس. ايوه صح ايوه. نقطه لمحمود. 6-3 6-3. السؤال يقول، كم اسم لاعب حقق اكثر من دوري مختلف في الدوريات الخمسه الكبرى تقدر تذكر في 30 ثانيه؟ طب 10 دوري مختلف يعني حقق دوريين من الدوريات الخمسه الكبرى. ماشي أيوة. اسباني، ايطالي، ايطالي، انجليزي. 10 11 15 16 17 18. روح يروح محمد رجب. 3 2 1 تفضل. ميسي، راموس، رونالدو، ابراهيموفيتش، رونالدو، ريفالدو، أليكس، لا هنري، فلاميني، جيرو، سي، لا ضغط خلاص ضغط خلاص. وقف الوقت يا يحيى وعط النقطة لي محمود عاشور. يوسع الفارق 7-3. أنا عندي بس كان تعقيب على ريفالدو. لا برموتش خدنا من فيتش اسبانيا وفرنسا كسب مع برشلونه. الله اعلم. السؤال الاخير فقره المزاد، كم اسم نادي هبط من الدوري الانجليزي الى الشامبيونشيب من المسمى الجديد ب 92 حتى الان تقدر تذكر في 30 ثانيه؟ 5 10 11 12 13 14
روح يروح محمد رجب 14 في فترة صح؟ 3 نعم او من 92 يعني 92 لحد اليوم هذا 3-2-1 تفضل. بلاكبيرن، هول سيتي، ويغان، ساندرلاند، نيوكاسل، واتفورد، ستوك، سوانزي، كارديف، برمنغهام، شيفيلد يونايتد، شيفيلد وينزداي، بولتون، شارلتون اتلتيك، ريدينج. برافو 7-4 وانتهينا من فقرة المزاد وندخل في فقرة الجرس. السؤال الأول نذكر مرة ثانية الفار موجود ورد بالموبايل باي زين عندك مرة واحدة تستعملها طوال الفقرة. السؤال الأول باستثناء اليوفي والإنتر اذكر نادي إيطالي دربه أنتوني كونتي. سيينا. صحيح برافو عليك. سيينا، أتلانتا، باري، أريزو. نقطة لمحمود. السؤال اللي بعده من هو آخر فريق سجل عليه كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا؟ سجل عليه كريستيانو دوري أبطال أوروبا 5 أتلانتا. خطأ. سأل قريب قوي. 5 13 لا 3 2 فولفسبورغ. ممكن أقول؟ فيا ريال. فيا ريال. فيا ريال. ايوه فيا ريال. اقول لك اصفر اسباني بس. السؤال اللي بعده يقول بعد خروج تشيريتو من نادي مانشستر يونايتد لسه كمل كمل لعب في اي نادي؟ ريال مدريد. ايوه يا عاره موسم واحد وبعدها راح ليفركوزن وستهام الى اخره. ونقطه لمحمود. السؤال اللي بعده من هو آخر نادي خسر نهائيين متتاليين في دوري أبطال أوروبا؟ فالنسيا. أيوة صحيح صحيح اكتساح جرس لسه بدري. السؤال اللي بعده من كان مدرب نادي برشلونة قبل ريكارد؟ اسمه إيه؟ 5-4-3 اسمه إيه؟ اثنين تخل؟ لا واحد رادومير أنتيتش. أيوة رادومير أنتيتش. أيوة أيوة. السؤال اللي بعده يقول سامويل إيتو لعب لناديين إنجليزيين هما تشيلسي وإيفرتون. أيوة صحيح. نقطة لمحمد 11-5. السؤال اللي بعده من هو أكثر لاعب في التاريخ سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ كريستيانو رونالدو. ايوه صحيح باربع اهداف مع مدريد واليونايتد يوسع الفارق 12-5. اللاعب اللي بعده من اكثر لاعب اجنبي لعبا للمباريات في تاريخ نادي اس ميلان؟ لعب المباريات نوردال. خطا. شيفشينكو. خطا. سيدور. سيدور. عبد الله اشكناني. ايوه هو اللي كان بيجيب سيدورف من قبل ما الجرس. السؤال اللي بعده من هو اخر لاعب افريقي لعب لنادي ريال مدريد؟ اشرف حكيمي. خطا. بريم دياس. ايوه يا جدعان. شوف اقول لك ايه. شوف خليني بس اغطي السؤال الاخير. شوف شوف انا شاخط المعد شخط على اشرف حكيمي. ابيض انا اسمه عليه اسباني لسه مش مجمعين ان هو بقى مغربي خلاص لسه ما لعبش للمغرب عادي مباراه على فكره. اللاعب اللي السؤال اللي بعده هو السؤال الاخير فقره الجرس في كوبا امريكا الاخير من كان الحارس الاساسي للمنتخب البرازيلي؟ ادرسون. ايوه صحيح 13-6. فقره المستحيل هي فقره قد تقلب يعني اي يعني ترد الامل الى محمد. خلصنا فقره الجرس وندخل على فقره المستحيل. والسؤال الأول الدوري الإيطالي موسم 2005 غلطان من كان سابع الدوري؟ لاتسيو. خطأ. ميلان. خطأ. ميسينا. نفسها ذاك تاني ويا الأخير يا سامة ما عندوش حلول وسط. السؤال اللي بعده يقول في دوري أبطال أوروبا عام 2013 مجموعة اليوفي كانت تضم يوفي، تشيلسي، شختار ومن؟ يوفي، تشيلسي، شختار. 5-4-3. سلتك. خطأ.
5 4 نورتشلاند خطأ. نورتشلاند الدنماركي. نورتشلاند. السؤال اللي بعده يقول في كأس العالم للأندية عام 2014 ريال مدريد واجه من في النهائي؟ سالورينزو. ايوه برافو برافو 13-8. برافو عليك 13-8. السؤال اللي بعده يقول في نهائي السوبر الألماني عام 2015 من سجل هدف فولفسبورغ؟ دي بروين. خطأ. 2015. نعم. بندينتر. برافو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. برافو عليك. خلاص غير المستحيل. المستحيل مع مصر. برافو. 13-10. واو حلو. واو. اخر سؤال فقرة المستحيل. في كأس الملك الاسباني عام 1980 ريال مدريد واجه من في النهائي؟ بالباو. خطأ. والله العظيم اللي جاوب. لا يلا يا مدريد كاستيل. لا راح يتم اتهامنا بالغش. انا عارف انا عارف لهم اللي لعبوا بعض في الثمانينات بس مش فاكر سنه كام. بس حطيتك على القران وكاميرا انك انت ما تدري عن السؤال هذا. اقسم بالله ما اعرف عن السؤال. انا عارف انهم لعبوا مع بعض في الثمانينات بس مش فاكر السنه. بس ايه انا اقسم بالله العظيم اني ما راح اعطي ولا اعطيت اي سؤال حق اي حلقه لا سابقه ولا قادمه ولا حاليه. تمام. مش طبيعي. خلصنا فقرة مستحيل. مش مستحيل خالص. مستحيل. فقرة التعويض. التعويض في 5 لاعبين. اللاعب الأول هو لاعب حالي بدأ مسيرته في ريكيفي البرازيلي هوفنهايم. فيرمينو. باقي لكم محاولة. رابيد النمساوي هوفنهايم نيوكاسل. جولينتون. أيوة. 13-13. برافو. اللاعب اللي بعده هو لاعب حالي بدأ مسيرته في ولفرهامبتون. هيبرنيان الاسكتلندي. ولفرهامبتون. بيري الانجليزي. ولفرهامبتون. توتنهام. دورتي. دورتي صح. ويقلب الطاولة بشكل رسمي محمد رجب. والمتبقي 3 لاعبين. يا الله صدقت. تعبت. لاعب اللي بعده هو لاعب حالي بدأ مسيرته في برايتون. بريستول. برايتون. فيركسون. برايتون. بعد كده فين؟ بريستول. برايتون. ستيل. خطأ. دانك. دانك صحيح. محمود هاشور. 14-14. اللاعب اللي بعده هو لاعب حالي بدأ مسيرته في لوريان الفرنسي. أرسنال. لورين كوشيريني. هرتا برلين. مارسيليا. جندوزي. 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 محمود هاشور. يرد يقلب الطاولة من جديد. واحنا الآن أمام سؤال أخير. أما أن يجاوب محمد ونلجأ إلى الفصال مرة أخرى أو أن محمود يتأهل بشكل رسمي إلى نهائي جمهورية مصر العربية. اللاعب الأخير هو لاعب حالي بدأ مسيرته في بنفيكا. بايرن ميونخ. سوانزي. ريناتو سانشيز. ريناتو سانشيز صحيح. محمود عاشور بشكل رسمي إلى نهائي جمهورية مصر العربية. صفقة كبيرة يا جماعة. أرجوكم اثنيناتكم. أنا أقوم أصفق لكم. يعطيكم العافية. يعطيكم ألف عافية. محمد رجب هارد لك ومبروك بنفس الوقت. أنا متأكد أن أنت راح تكسب
كل محبة الناس وقبولهم لك وراح يشجعونك وراح يدخلون عليك بالدايت يكونون لك تستاهل. أتمنى رب. فمبروك لك هذا الحب اللي بتشوفه من الناس ومبروك لنا وجودك هنا في البرنامج. حبيبي شكرا لك، ده شرف ليا. وأول حاجة مبروك لمحمود وإن شاء الله شرفنا في النهائي ايا كان الكسبان، ان شاء الله شرفنا والبطل اكيد هيبقى مصري ان شاء الله. ان شاء الله انا مبسوط لحد دلوقتي اللي انا عملته في قدرت اعمل ريمونتادا، كان نفسي اكملها بس محمود برضو جامد ما شاء الله عليه. محمود شخصيه البطل ظهرت في هذه. مبروك الى النهائي، مبروك تاهلك الى نهائي جمهوريه مصر العربيه. اول حاجه لازم اهنيه بصراحه، لازم اهني محمد، قدم حلقه يعني خرافيه، فاجئني يعني انا لحظه قلت خلاص يعني. صحيح. بس لا الحمد لله، بس يعني ان شاء الله يعني النهائي يكون احسن ان شاء الله باذن الله. لازم اهنيه طبعا. يستاهل 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 يستاهل. ثانية صفقة لهذه الحلقة الجميلة. تاهلون. نشوفكم إن شاء الله في نصف النهائي الثاني لمعرفة أطراف نهائي جمهورية مصر العربية. في أمان الله.